السلام عليكم، حياكم الله في هذه السنابات اللي هعمل فيها فتح الصندوق لهذا المنتج اللي هو وسن ديجيتال ماي كلاود هوم. طبعا وسن ديجيتال عندها عائلتين من هذه المنتجات اللي هي ماي كلاود بدون هوم وماي كلاود هوم. حسب الكلام اللي شافه النت انه هذا الجهاز اسهل في الاستخدام، عشان كذا اشتريته. اول كلاود لي اشتريه، طبعا احتاجه لتخزين الملفات الخاصة باليوتيوب، الصور، كل شيء. يعني خلينا نفتحه ونشوفه مع بعض. طبعا اول شيء نحصل هنا البطاقة هذه حقت السيت اب، فيها رقم سري يعني ما ابغى اوريكم اياه، وطريقة التثبيت. اوصله، انتظر لين ما يطلع في اضاءة تصير ثابتة، وبعدين ادخل على ماي كلاود هالو، اضيف الكود وابدأ باستخدام الجهاز. طبعا هذا هو الجهاز هنا، هذي هذا الجهاز. عندي ايضا مفروض الاسلاك اللي هو محول وكيبل الشبكة، الكيبل الشبكة، وهذا المحول. خلينا نوصل مع بعض ونشوف ايش حيصير معنا. الجهاز وحجمه، هذه الأجهزة تعتبر من فئة الناس درايفز أو اختصار نتورك اتاتش ستوريج. هي عبارة عن وحدات تخزين لكن ما تقدر توصل إلا بالشبكة. طبعا هذا الجهاز من الخلف، عندي التوصيل حق الطاقة والشبكة واليو اس بي. طبعا زي ما انتم شايفين وصلته بالمودم، هذا المودم حق الاكس انفينيتي. انتظر لين ما تصير اضاءة ثابتة، اعتقد هي بتغمس كذا. انتظر لين ما تصير ثابتة وبعدين ابدأ في تثبيته بالكمبيوتر. الان حندخل على ماي كلاود هلو، حيطلب مني اعمل يوزر نيم باسورد وادخل الكود اللي جاني مع الجهاز. بعد ما عملت يوزر نيم الحين حيطلب مني ادخل الكود اللي جاء مع الجهاز، فراح ادخل الكود الان شوف ايش حيصير معنا. طبعا للتنبيه لازم تكون متصل بنفس الشبكة المنزلية. هنا حيطلب مني مشاركة البيانات حقت استخدامي مع الشركة. لا ما حشارك. yes don't share. الآن حيطلب مني أنزل التطبيقات أو البرامج اللي أقدر عبرها أستخدم الجهاز. طبعا عندهم الديسكتوب يدعم الماك والويندوز، وعندهم برضو على الموبايل آيفون والأندرويد. نزل الديسكتوب، هذا التطبيق الخاص الآن بالماك، نزل ونشوف. هذا التطبيق بعد ما سويت له تسجيل دخول. اوكي طن، هذا الجهاز عندي اقل من 4 تيرابايت بشوية. عندي الابس كمان، خلينا نشوف ايش الابس. يوتيليتيز، سيكوريتي، بليكس، كرياتيف كلاود، اب 3 هوم. اوكي طبعا احتاج انزل، خلي انزل هذا والسيكوريتي كمان، وبرضو في الكرياتيف كلاود تربطه مع ادوبي. اوكي شوف الان الموقع ايش فيه، mycloud.com. اوكي يعني في طريقة للتحكم بنفس الجهاز او الاجهزة اللي عندي،
فوتوز، لو عندي فوتوز، اكتيفيتي، كل النشاطات اللي على الجهاز، سيرفيسز، كل الخدمات المتاحة. طبعا نتوركينج بورت، تقدر من جهاز قديم تحمل كل البيانات بالشبكة، هو لحاله يبدأ يشتغل. هنا بالسوشيال ميديا، هنشوف انيبل، طبعا هذه سوشيال اند كلاود امبورت دوبي دخلت عليها. فكل هذه المواقع او الشبكات تقدر تاخذ بياناتك اللي فيها تعمل لها امبورت للجهاز اللي عندك في البيت. اجرب بسرعة هنا، فعندي الفايلز، خليني اسوي مجلد، حطه ملف رقم واحد، الان كريت هذا المجلد، بنزل عليه ملف من سطح المكتب. اوكي، يبدأ يرفعه. اوكي، الان الصورة هذه صارت عندي في الكلاود، فاستخدامه سهل جدا من المتصفح بشتغل. زي ما شفتوا الجهاز تركيبه سهل وسريع، بس في كثير من الميزات ما هي موجودة. الميزات الموجودة حاليا اللي هي الميديا سنتر، بليكس، ممكن تعمل باك اب من مواقع مختلفة، في ربط بالأليكسا، ما اعرف ايش هي، بعدين نشوف، برضو ربط بالاي اف تي تي، وعندنا برضو نعمل باك اب من جهاز قديم الى هذا اللي هو الماي كلاود هوم. لكن في ميزة ما حصلتها، اللي هي تعمل باك اب من الماي كلاود هوم اللي هو هذا الجهاز الى جهاز ثاني او هاردسك خارجي، فهذا عيب كبير في هذا الجهاز. ان شاء الله تكون هذه المراجعة مفيدة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.